القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أولا أرحب بجميع المسؤولين والحاضرين اليوم بهذه المناسبة. كثيرا اليوم بهذا الإفطار مع أبنائي وزملائي من قطاع التكوين والتعليم المهنيين. نحن هنا في مؤسسة خاصة بتكوين ذوي الهمم، وكما شفتوا حقيقة كانت مبادرة جميلة جدا. نحن نتناول طعام الإفطار في هذه الليلة المباركة من ليلة النصف من شهر رمضان، وأكيد عاداتنا وتقاليدنا احنا كل هذه الليلة نحتفي بها في جو عائلي مع مركز التكوين المهني والتمهين الطرق الأربعة المخصص للأشخاص المعاقين جسديا بتكريم متخرجي دورة مارس 2021 في تخصصي النحاسيات وتخصص الخياطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. ورانا في التكوين، مركز التكوين، وجات عندنا الوزيرة مرحبا بها ومرحبا بكم قاعيتك. احنا اليوم رانا في المركز التكوين، انا اللي دايره ديبلوم نقرا. يعطيكم الصحة وصحة فطوركم. باشي تاعنا الشيخ تاعنا للصحة، ونشكر كذلك المديرة، كذلك نشكر الوزيرة اللي قامت الواجب على صحة بعضها. كنت ناس تقضي تكوين الجهد هذاك ما راحش هكاك، قرينا في ظروف يعني الحمد لله المركز يعني وفر كل الظروف المساعده باش المتربصين يعني يديروا التكوين تاعهم في احسن الظروف، يعني في ظروف جد لائقه يعني.